الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والأعمال الصالحة ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند باب التمييز، أقول بالله التوفيق. قل سيدنا الشيخ أحمد الألفية اسم اسم بمعنى من مبين نكرة، مبين نكرة ينصب تمييزا، ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر أرضا، أيوة كشبر أرضا، أرضا وقفيز برا، وقفيز برا برا ومنوين عسلا وتمرا، ومنوين عسلا وتمر. التمييز اسم نكرة بمعنى من، ببيان ما قبله من إبهام. فعندما نأتي بالأمثلة يا شيخ أحمد أقول اشتريت رطبا عسلا، ماشي مولانا؟ وبعدين طاب المكان، طاب المكان. لما أقول اشتريت ده فعل وفاعل، رطبا ده مفعول به منصوب صح؟ عسلا هو ده التمييز يا مولانا، ده شفنا ايه؟ وهو اسم، ماشي؟ الاسم ده بمعنى من، يعني اشتريت رطلا من عسل، فمن دي اسمها للبيان، بتبين المقصود من كلمة رطل. فلأنه اسم يعني عسل ده اسم بدليل تنوينه، يعني عسلا. والتنوين خاص بالاسماء بالجر والتنوين والندى وال، ومستدل اسم تمييز حصل. وهو نكره متضمن معنى من، يبقى تحديد الكلام اشتريته رطلا ايه؟ من عسل. ومن دي للبيان، من ايه؟ للبيان، ايوه. طيب وبين ما قبله من ابهام، ان كلمه رطلا كلمه مبهمه صح ولا لا؟ لأن السامع لا يفهم ما تريد من الرطل، هل تريد عسلا أم تمرا أم سمنا. يبقى إذا كلمة رطلا كلمة مبهمة تحتاج إلى ما يميزها، صح يا شيخنا؟ صح. وذلك لأن الرطل اسم يصلح لأن تراد به هذه الأشياء، ممكن الرطل ده قد يكون من سمن أو من عسل أو من تمر، ماشي يا مولانا؟ ولذلك سمينا عسل ده تمييز، لأن بيان ميزت الاسم المبهم الذي قبله. وإذا قلت ده بيسموه شيخنا تمييز ذات أو تمييز مفرد. تمييز إيه يا شيخنا؟ ذات أو مفرد. والذات أو المفرد يشمل الأعداد، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، ويشمل المقادير. يا شيخنا؟ المقادير. المقادير تشمل الكيل أو الوزن أو المساحة. لما أقول مثلا زرعت فدانا قمحا او قراطا ارزا، او مثلا اشتريت اردب قمحا اللي هو الشيء المكيل، يعني اشتريت كيلو عنبا، افرق البتاع ده افرق البتاع ده. خلاص يا مولانا؟ فاذا قلنا طاب المكان، تفضل يا شيخ. طاب المكان نجد أن في الجملة إبهام، نجد في الجملة إيش إبهام؟ إبهام. خد بالك هناك كنا بنميز اسم مفرد، صح؟ لما قلنا إيه اشتريت رطبا من عسل، رطب لازم كلمة مبهمة، ميزناها بكلمة عسل. لكن لما نقول طاب المكان، طاب فعل ماض والمكان تعرف إيه؟ فاعل. نجد أن في الجملة إحنا أسندنا الفعل إلى الفاعل، الفعل مسند والفاعل مسند إليه. خلاص دي جملة فعلية. الجملة نفسها فيها إبهام، هذا الإبهام لا يقع على كلمة واحدة كما في المثال السابق، وإنما ينصب على الجملة كلها، وهو نسبة الطيب إلى المكان، إذ لا ندري ما المراد به. لما طاب المكان أهو هواؤه، يعني طاب المكان بهوائه ولا بمائه ولا بتربته؟ فإذا قلنا طاب المكان هواء تعين الإيه المراد واتضحت النسبة،
طبعا حتى يا شيخنا هذا اللي بيسموه ايه؟ تمييز النسبة. تمييز ايه يا شيخنا؟ النسبة. يا سلام، عندما تقرأ قوله تعالى واشتعل رأسه ايه؟ شيبة شيبة. اذا اشتعل رأسه بيبين نسبة اشتعال الرأس. خلاص؟ طيب عظيم كده، فهمنا يا شيخ احمد؟ تمام. التمييز نوعان، في تمييز مفرد او اسمه تمييز الذات، وهو الذي يكون مميزه لفظا دل على عدد، زي ما انا اشتريت 16 كتابا، يا ابت اني رايت 11 كوكبا، او على المقدار، المقدار اما مساحه، اشتريت ذراعا صوفا، ذراع صوفا، او كيل اشتريت اردبا قمحا، او وزن زي اشتريت رطلا عسلا، فهمت يا شيخنا؟ او سمنا، ده كله داخل في التمييز يا شيخنا المفرد. يبقى المفرد يشمل الاعداد ويشمل المقادير، والمقادير اما مساحه واما كيل واما وزن. اكتب الحاجه دي يا شيخنا؟ ماشي يا شيخنا، تكتب عشان السامع. طيب شوف يا مولانا اهو، يبقى التمييز اختنا قالت ايه في التمييز؟ ها؟ بسم الله. التمييز اسم نكره تضمن معنى من مبين الابهام، اسم هو المفرد او نسبه الجمله وهي الجمله. ماشي يا مولانا؟ مثاله يا ابت اني رايت 11 كوكبا، مثاله رايت 11 كوكبا، اين تمييز يا مولانا؟ اي كوكب صح؟ قال اسم نكره، اسم نكره تضمن معنى من، يعني احد رايت 11 من كوكب، وده اسمه تمييز مفرد. وانا قلت التمييز المفرد يا شيخ احمد ينقسم معنى الى ايه؟ ها يا شيخ احمد قول يا ولد، التمييز بنقسم الى قسمين، في تمييز مفرد ويشمل ايه؟ يشمل العدد، وبعد كده ويشمل المقدار. المقدار ده هيشمل ها المساحه والكيل والوزن. واحنا قلنا المساحه زي ايه مولانا؟ المساحه اشتريت ذراعا صوفا او اشتريت قيراطا ها قمحا. الكيل اشتريت اردبا مثلا قمحا او ارزا. الوزن زي المثال اللي احنا جبناه بتاع الرطل، يعني اشتريت رطلا ايه؟ عسلا، صح يا شيخنا؟ صحيح رطلا عسلا. كل ده داخل معانا يا مولانا، والعدد عرفناه الايه الكريمه اللي احنا عرفناها، كل ده داخل في الايه؟ في المفرد ويسمى ايه؟ الذات. خلاص؟ في عندنا يا شيخ احمد ما يدل على شبه المقدار. شبه المقدار وهو ما اجرته العرب مجرى المقادير لشبهه به في مطلق المقدار، وان لم يكن منها. احنا عايزين المقدار حاجه تكون محسوسه، حاجه شيخنا ايه؟ تكون محسوسه، يا مساحه، يا كيل، يا وزن. يا وزن صح. لكن لما تقرا قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا كفار فلا يقبل من احدهم ملء الارض. طب هل ملء الارض ده يعني متعارف بين الناس في الكيل او الوزن او المساحه؟ ايوه ده اسمه شبه ايه؟ شبه. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ايه؟ مثقال ذرة، ده اسمه ايه؟ شبه مقدار، صح يا شيخنا؟ صح. وكذلك تقول العرب صببت على النجاسة ذنوبا ماء. الذنوب اللي هو الدلو العظيمة. فهمت ولا لا؟ ايوه ماشي يا سيدي، اشبه برضه. ده شبه ايه يا شيخنا؟ شبه المقدار. اشتريت نحيا سمنا. نحيا ايه؟ سمنا. نحيا بكسر النون وعاء السمن. الوعاء اللي بيوزن به السمن انه اسمه نح. خلاص؟ ولذلك ورد في المثال اشغل من ذات نحيين. ده مثل قالته العرب يعني. خلاص؟ طيب. وبعدين اللي انا قلته ده اسمه شبه ايه يا شيخنا؟ اسمه شبه المفرد. كل ده اسمه تمييز يا مولانا ايه؟ تمييز المفرد. أما تمييز الجملة وهو الذي يزيل الإبهام عن المعنى العام بين طرفيها. أي. بين الفعل والفاعل يعني.
وهو بحسب أصلي نوعان، في تمييز محاور عن الفاعل. حول ايه شيخنا؟ لقول تعالى واشتعل ايه؟ اصلها اشتعل ها شيب الرأس، اصلها كده اشتعل فعل ماض وشيب فاعل والرأس مضاف اليه. وبعدين الفاعل ده حولناه بقى تمييز وقول اشتعل شيء واشتعل الرأس ايه؟ شيبا. وده تمييز محاور عن الفاعل. ايه السبب؟ لو قال سيدنا زكريا لو قال عليه السلام يعني اشتعل شيب الرأس، اشتعل ايه؟ ممكن الرأس يا شيخنا تكون فيها بعض الشعيرات بيضاء فاشتعلت. ايوه خلاص؟ ايوه. لكن لما قال اشتعل الرأس شيبا اصبح ايه؟ الرأس كلها اشتعل فيها ايه؟ الشيب. جميل. عرفنا السبب؟ يعني ده بيدل على ان وهن العظم كما يعني حتى لما قلنا ضعف جسمي قد وهن العظم. العظم اللي هو يعني بيحمل الجسد اصابه الوهن. صح ولا لا؟ وكمان راسه اشتعل فيها ايه؟ الشيء. ده اسمه تمييز محول عن الايه؟ الفاعل. قد يكون محول عن المفعول كما قال تعالى وفجرنا الارض اصلا فجرنا عيون الارض. فده مفعول به، عيون مفعول به، تحول الى تمييز فصارت فجرنا ايه؟ وشوف العظمة بين التعبيرين. لو قال القرآن فجرنا عيون الأرض ممكن تكون في عين في مكة وعين في المدينة وعين في مصر وعين في السبع وفي الشام، صح ولا لا؟ لما عندما قال فجرنا عيون الأرض أصبحت الأرض كلها عيون فتفجرت. فهمت ولا لا؟ وفي تمييز محول عن مبتدأ، أن أكثر منك إيه؟ أصلها مالي أكثر من مالك، مالي أكثر، فأكثر خبر، صح ولا لا؟ مالي أكثر من مالك. مالي ده مبتدا مرفوع بضمه مقدره على ما قبل المتكلم. هذا المبتدا صار تمييز، صارت انا اكثر منك ايه؟ مالا. نعود الى كلام ما ذكرته اخونا الدكتور. عرفنا التمييز اسم النكره تضمن معنى من، تضمن معنى ايه؟ واحنا جبناها مثال طبعا. الابهام اسم وهو المفرد او نسبه وهو الجمله. قال تعالى يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. كلمة كوكبا أولا اسم وبعدين نكر وجامد، خلاص عشان يخرج يا مولانا الحال، لأن الحال اسم ونكرة لكن إيه؟ مشتق، صح ولا لا؟ صح. أما أقول مثلا إيه؟ فرجع موسى إلى قوم غضبان فخرج منها خائفا، ده مشتق. يبقى الحال يتضمن معنى فيه والتمييز يتضمن معنى يمين. الحال يبين الهيئه لكن التمييز يبين الذات. طيب انا اكون مفسرا لمن بهن من الذوات. بهن ايه؟ لان كلمه احد عشر ذات، هذه الذات مبهمه لا ندري. الاحد عشر دي هل هي كواكب ولا دنانير ولا إيه؟ لا نعرف اي شيء عنها. حكم التمييز النصب. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، صح يا شيخنا؟ كوكبا يبقى منصوب. أي ناصبه؟ الناصب هو ذات الاسم المبهم. لما أقول مثلا عندي 20 درهما، كلمة 20 هي اللي نصبت إيه يا شيخنا؟ هي اللي نصبت إيه؟ درهما. خلاص؟ طيب الناصب لمميز النسبة اللي هي الجملة، الناصب له ما سبقه من فعل. لما يقول طاب المكان هواء، قالوا إن الفعل نفسه هو النصب إيه؟ التمييز، صح يا شيخنا؟ صحيح. اشتعل رأسه إيه؟ شيبا. شيبا من تمييز، أي الناصب اللي هو اشتعل. وبعض العلماء قال لا، الجملة كلها هي اشتعل الرأس هي النصب الشيبا. ماشي يا اولاد؟ ده فيها خلاف بين النحاة. ثم قالت انواع التمييز، في تمييز مفرد وتمييز نسبه. وعرفنا الان الحمد لله التمييز المفرد، صح يا شيخ؟ قلنا التمييز المفرد يشمل ايه؟ العدد. يشمل العدد ويشمل المقدار، والمقدار يشمل اما الكيل واما المساحه واما الوزن. ثم مثلت للكيل، قد اشتريت صاعا قمحا وقدحا قمحا
وكيلة عدس. والمساحة قد عندي 4 دونمات أرضا. يعني ما تقولش دونمات بس العادة لغة شامية ولا شيء من هذا القبيل. أو قراطا قطنا، طبعا قراط دي معروف إيه؟ إنها في مصر يعني. وفدان قصبا. خلاص؟ واشتريت هكتارا أرضا. لعل هذه الكلمات يعني ليست مستعملة عندنا عشان احنا كنا مستغربينها. صح. تكون مستعملة في بعض الدول العربية. لكن مساحة عندنا القراط، الفدان، مش كده ولا؟ ما جاء يميز ما يشبه المقدار. فمن يعمل مثقال ايه؟ ذرات. فمثقال ذرة يعد شبه الوزن. يعد من شبه ايش؟ الوزن. الوزن. احنا قلنا الوزن يا مولانا زي كيلو، صح ولا لا؟ صح. زي رطل. ده وزن متزن بيه. فلما ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يبقى شيء بيوزن بيه مثقال. صح ولا لا؟ فده اسمه شبه المقدار وليس لأنه ليس مستعملا عند العرب. صح يا مولانا؟ هي عربة الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعرف الآية؟ طيب يلا سيدنا الشيخ نعرف الآية. قول الشيخ أحمد الآية الكريمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل ها مثقال ذرة خيرا يراه. فمن الفاء حسب ما قبلها ومن باسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. عاطفة سيدنا. ما هو طيب ما نقولش عاطفة أو غيرها. ما احنا لو ذكرت الآية قبلها نقول عاطفة أو استنافية أو شيء. طالما ما فيش حاجة ما تقول نقول حسب إيه؟ ما قبلها. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى من ده اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ماشي يا مولانا؟ طيب. يبقى من يعمل ده فعل الشرط ملزوم على جازمه السكون. طيب أين فاعل يعمل؟ ضمير مستتر تفسيره هو يعود إلى مين؟ إلى من؟ إلى اسم الشرط. ومثقال مفعول به منصوب علامة النصب الإيه؟ الفتحة. مثقال مضاف وذرة خيرا أهو ده التمييز. يميز المقدار ولا شبه المقدار؟ شبه المقدار. يراه أصلها يراه. يراه. جواب الشرط. يبقى ده جواب الشرط ملزوم علامة جازم وحذف حرف العلة وهو ألف والفتحة دليل عليها. خلاص؟ والهاء ضمير متصل مبني في محمد نصب مفعول به. يراه هو. صح ولا لا؟ صح. الوعيد على من؟ على من؟ أين خبر من؟ جملة الشرط والجواب في محل رفع خبر إيه؟ خبر من. خبر إيه من؟ خلاص يا مولانا؟ حكم التمييز من هذا النوع اللي هو المقادير وشبهها، تمييز المقادير يجوز نصبه ويجوز جلبه بمن. تقول مثلا اشتريت صاعا من قمح أو صاع أو صاعا قمحا. صاعا فهمت يا شيخنا؟ يبقى يجوز إيه؟ جلب إيه؟ بمن. وبعد ذي وشبهها أجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. أصاب ذا يعني مد حنطة. أصمد من حنطة. فهمت ولا يا شيخنا؟ وبعد ذي اسم إشارة إلى إيه مولانا؟ إلى الإشارة اللي قال عنها كشبر أرضا. طبعا شبر ده المساحة. وقفيز برا ومناوين عسل. مناوين ده الكيل. خلاص؟ وقفيز بر ده اللي اسمه ايه يا شيخنا؟ مساحة. مساحة. لا الشبر ده المساحة. الشبر المساحة. ايوه وقفيز بر احنا عندنا الكيل. مساحة. الكيل. ده كيل. ده كيل. كيلة. ومناوين ده ايه؟ الوزن. ده كيل. انا عفوا ده اللي هو الوزن. صح؟ فاكر لما قال وعاء السمن المناوي ده؟ اه. طيب
على كل قال وبعد ذي بعد ذي اللي هو الكيل والوزن والمساحه وبعد ذي بعد هذه وشبهها لشبه المقدار زي زرعه وجروه اذا اضفتها ايوه وجروه ايه اذا اضفتها كمد حنطه قيدا يعني ممكن تقول ايه زرعت قراءة قمح مش كده ولا او قراءة قمحا لو قلت قراءة قمح قمح دي ما هو تمييز في محل المجار المضاف لي زي تمييز العدد ما عندك تمييز العدد من 3 الى 10 يبقى مجرور سخر عليهم 7 ليال وثمانية ايام صح ولا لا صح صح يا شيخنا هو يكون هيبقى منصوب في محل جار يعني ولا يعني مش احنا قلنا يا مولانا التمييز بيميز شيء مبهم اه صح لما قلت سخر عليهم 7 طب 7 ايه ده عدد مبهم قال ده ايال فلان ده تمييز بس مجرور مجرور ايه لسبب جابه بالاضافه اه سبب جابه يا شيخنا الاضافه اه لكن هو في محل نصب ولا لا ما هتقول في محل نصب ازاي ما هو جر بالاضافه خلاص ما احنا قلنا ما عدا العدد يجوز جر ويجوز نصبه ما عدا العدد فهمت ولا لكن العدد من 11 ل 99 يبقى تمييز مفرد منصوب يا رقبتي اني رايت 11 كوكبا ان هذا اخي له 99 نعجه تجدون 80 جلده فهمت يا شيخنا وتمييز ال 100 وال 1000 مفرد مجرور مفرد ايه؟ 100 وال 1000 يعني ممكن مثلا عندي 100 كتاب خلاص لما عندي 100 طب ده يعني كلمه مبهمه ما يزيدها ايه؟ كتابي بس هم لما قالوا تمييز اسم نكره منصوب عشان ده الغالب فيه يبقى من باب التغليب هذا الغالب فيه ايوه لكن قد يجر خلاص ولذلك لما قال وبعد ذي وشبهها اجروه اذا اضفته ماشي يا مولانا ولذلك اختنا قالت ايه؟ قالت تقول في حاله الجر اشتريت صاعا من قمح صاع من ايه يا شيخ؟ من قمح يجوز جره بمن او بالاضافه يعني تجر بمن او بايه؟ صاع قمح او صاع صاع قمح بالاضافه او صاع صاع من قمح تمام ماشي خلاص او انصبه صاع قمح يعني اشتريت صاع قمح تمام على الاصل ايوه ماشي على الاصل يعني فهمت ولا لا؟ ماشي تمييز الاعداد من 3 إلى 10 يكون جمعا مجرور بالاضافه ايوه ماشي يا شيخ؟ جمع مجرور بالايه؟ بالاضافه يبقى ما تقولش معها نص هو مجرور بالاضافه عندي ها ثلاثه كتب صح؟ ماشي يا مولانا صح؟ ماشي يا سيدي يبقى عندي هتقول ده خبر مقدم ثلاثه ده مبتدا مؤخر كتب مضاف اليه يتميز الاعداد من 11 الى 99 يكون مفردا منصوبا ده اللي انا قلته اني رايت 11 ايه؟ كوكبا ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا صح ولا لا؟ ولما اعرض رايت راى فعل ماضي والتالي تال فاعل صح ولا لا؟ 11 ده يسموه مبني على فتح جزئين مبني على فتح ايه؟ مبني سبب المنع التركيب يعني جبت 1 مع 10 فلما ركبت صارت ايه؟ ايوه كانها كلمه واحده فسبب المنع التركيب بحيث لو فكيت التركيب يرجع الاعراب لقد رايت احدا فهمت ولا لا؟ ايوه كوكبا ده التمييز ومن تمييز العدد تمييز كامل استفهاميه لانها كنايه عن عدد مجهول الجنس والمقدار ماشي يا مولانا؟ لما اقول يا شيخنا كم كتابا قرات؟ كم كتابا قرات؟ لاحظ ان كم ده يسموها كنايه عن عدد مش عدد حقيقي مش عدد ايه فهمت ولا لا لان الكنايه غير اللفظ الصريح اللفظ الصريح زي ايه 11 12 13 ده عدد صريح انما ده كنايه عن عدد ايه الصريح فلما اقول كم كتابا قراته يبقى انا هنا بسال عن كميه الايه كميه الكتب التي قراتها فتقول كم كتابا قرأت ويجوز خطاه إذا دخل عليها حرف الجر أقول بكم درهم اشتريته يعني إذا أدخلت حرف الجر على كم استفهامية يبقى إذا يعني مولانا وجب جر وجب جر الإيه الاسم اللي هو المنصوب ده
اخد بكام درهم من اشتريت خلاص وكام يبقى مين الايجار يا مولانا الباء دي طيب صحيح في خبريه كم الخبريه ودي دايما تمييزها يوم المخفوض سمعنا يا مولانا الكم الخبريه تفيد التكثير وتستعمل في الافتخار في الافتخار يعني بص حضرتك لو انت ذهبت الى الشيخ احمد ودخلت في بيتي فوجدت مكتبه فقلت له كم كتابا قراتها استفهاميه قلت استفهاميه اسمها كم ايه استفهاميه طب لو ذهب الى اليك ولم يجد عندك كتب فقال يعني انت لا يوجد عندك كتاب فقلت مفتخرا كم كتاب قرات يعني قرات كتب كثيره كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فده تدل على التكفير اسمها كم ايه يا شيخ الخبريه مش استفهاميه الاستفهاميه تدخل معنا في الانشاء انما دي خبريه صح يا شيخنا طيب ما دل على مماثله انت مثلي علما ولو جئنا بمثله مددا يبقى المماثله والمغايره تدخل معنا في التمييز لما نقول انت مثلي كلمه مثلي كلمه مبهمه طب انت مثلي في العلم ولا مثلي في الطول ولا في البياض ولا في الجمال ولا في الدرجه ولا في اي شيء فتحتاج الى ايه اقول انت مثلي علما طب انت غيري برضو انت غير علما او غير جسم وهكذا يبدأ يدخل معنا برضو في ايه يا شيخنا في التمييز تمييز النسبة وانا قلت التمييز النسبة في انواع في محاورة عن الفاعل قال تعالى واشتعل رأسه ايه شيء شرحناه التمييز محاور مفعول وفجرنا الارض عيونا اصلا فجرنا عيون الارض ماشي وقتنا ما قالتش ايه تميز المحاولة عن المبتدأ اللي هو أنا أكثر منك مالاً أصلاً مالاً أكثر من مال الثالث والفاعل المعنى إنصباً بأفعال مفضلاً كأنت أعلى منزلاً في الثالث محاولة عن المبتدأ وذلك بعد أفعل التفضيل أنا أكثر منك إيه؟ مالاً أو ده يسموه فاعل في المعنى طيب أنا أكثر منك مالا اختنا الكريمه قالت ايه الثالث محاوله مبتدا وذلك بعد افعل التفضيل نحن قول الله تعالى انا اكثر منك ايه مالا فالاصل مالي اكثر من مالك دي فهمناها يا شيخنا واضحه دي بس هي جابت البيت والفاعل الايه المعنى انصبا بافعال مفضلا كانت اعلى منزله انت اعلى منزلا منزلا دي يا شيخنا ده تمييز صح ولا صح يبقى انت ده ضمير منفصل مبني على الفتح في محرفه مبتدا أعلى خبر بس مرفوع بضمة مقدرة منع مظهر التعذر منزلا ده تمييز منصوب هذا التمييز هو في الأصل فاعل في المعنى مش فاعل في اللفظ لأن أصل أنت على منزلك كيف تعرف اللي هو الفاعل في المعنى تحول اسم التفضيل إلى فعل أعلى عادة خلاص يبقى أنت أعلى منزلا تقول إيه أنت على منزلك فهمت ولا لا سمعنا يا شيخنا؟ طيب يبقى ده ليس محاول يعني أنت على منزلك مش ده داخل معانا محاول عن المبتدا ماشي يا مولانا؟ ولا مش ماشي؟ لا ماشي فاهمة دي؟ يعني ده قسم آخر يا مولانا المحاول عن المبتدا اللي هو أنا أكثر منك إيه؟ مالاً مالاً دي في الأصل المبتدأ يعني مالي أكثر من مالك يعني ده في الأصل هو أنا أكثر منك مالاً أنا ده ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ أكثر خبر
من كجر ومجرور متعلق بكلمه اكثر اللي واقف على الترتيب. مالا ده تمييز. هذا التمييز في الاصل كان مبتدا. اصلها مالي اكثر من مالك. صح يا شيخنا؟ لكن البيت اللي قاله الشيخ قال والفاعل المعنى انصبا بافعلا. انصبا بايه؟ الفاعل والايه؟ والفاعل المعنى. ده التمييز ده فاعل في المعنى. فاعل ايه يا شيخنا؟ طيب قال والفاعل في المعنى. كيف عرفنا انه فاعل؟ حول اسم التفضيل الى فعل. تقول انت على منزلك، يبقى انت مبتدا وعلى فعل ماضي، منزلك فاعل، صح ولا لا؟ هذا معنى والفاعل معنى انصبا بافعلا. افعل وافعل التفضيل، صح ولا لا؟ صح يا سيدي. يبقى التمييز الواقع بعد افعل التفضيل ان صح ان يكون الفاعل ده اسم التفضيل ده ومنزلا ده اللي هو التمييز فاعل في المعنى يبقى يجب النصب. خلاص يا مولانا؟ لا يبقى غير تمييز قال مفضلا مفضلا كانت اعلى ايه منزلا؟ يعني اعلى ده اسم تفضيل. انت اعلى منزلا، يعني انت اعلى منزلا من غيرك. فاعلى ده اسمه ايه؟ اسم تفضيل. صح يا سيدنا ولا لا؟ حافظ البيت اللي بعده؟ طب الاول معلش، ده يبقى غير المحول على المبتدا؟ طبعا طبعا. ما هو ده نفس الحصه عند الدكتوره يعني. اكثر اكثر واعلى كلاهما اسم تفضيل يعني. ما هو اصل اكثر هنا وقع خبر لانا. ايوه. لما اقول انا كثر مالي. هي بتقول يعني انا كثر مالي. يعني لو قلنا مثلا انا اكثر منك مالا، ده شوف قالت محاوله على مبتدا وذلك بعد افعل التفضيل نحو قوله تعالى انا اكثر منك مالا، انا اكثر منك تجربه، فالاصل تجربتي اكثر من تجربتك، مالي اكثر من مالك، وكلمه اعز نفرا، نفري اعز من. فهمتوا حضرتك؟ برضه ده محاوله على مبتدا برضه. اقول ده محاوله على مبتدا. يبدو ان الاثنين نوع واحد. لكن ده المثال اللي قاله الشيخ. طب ما هو كده برضه اعلى هنا وقعت خبر برضه اللي هو يا شيخنا ايه؟ اعلى مثل اكثر في الاعراب برضه خبر، يعني انا اكثر انت اعلى، الاثنين خبر اعلى واكثر. يا سيدنا اسمعني. او منزلي اعلى. ده التمييز ده في الاصل مبتدا محول عن مبتدا. اذا وقع بعد افعل التفضيل، بعد افعل ايه؟ التفضيل. انا اكثر منك مالا، يبقى تمييز وقع بعد افعل التفضيل. ماشي. التمييز ده في الاصل مبتدا، اصلها مال. لحظه بس، مالي اكثر ايه من مالك. البيت اللي جابه الشيخ بيستشهد بيه اختنا الدكتوره، والفاعل معنى انصبا بافعلا، صح؟ مفضلا كانت اعلى منزلا. تعريفك تشوف انت اعلى منزلا، مش انت ده مبتدا واعلى خبر زي انا اكثره. صح يا شيخنا؟ زي ايه يا شيخنا؟ انا اكثر منك ايه مالا. طيب منزلا قلنا ده في الاصل ايه؟ ها؟ في الاصل ايه قبل التمييز؟ ده يبقى فاعل. يعني انت على منزلك، صح؟ طيب هنا يا شيخنا انت كلمه مالا دي هات انا اللي هي زي انت كده. وهات اكثر خليها فاعل. كثر مالك مثلا، هقول انا كثر مالك مثلا. انا كثر مالي. مثلا. لا، او على منزل، ما هو على منزلك اظن زي كثر مالي. يا سيدنا ما احنا عايزين منزل تبقى خليها مبتدا، اجعلها مبتدا، مش احنا بنقول تمييز محاول عن مبتدا. طب اقول منزلي مثلا اعلى من منزلك. لا ولا ده. لا لا. هو اختنا لما حتى جابت البيت جابته قبل الثالث، قال الثالث محاور عن مبتدا يعني ملوش علاقه، بس هي ذكرت البيت. يعني انا بس ما اعرفش لما يذكر في موضعه. لما قال ورسع الراس محاور عن الفاعل وشعر راسه شيبه محاور عن المفعول وفجرنا رضا الله، ثم استشهدت قال ابن مالك والفاعل معنى، فالبيت لم يوقع في مكانه. قد والثالث محاور عن مبتدا، يبقى المفروض يعني الثالث محاور عن مبتدا ملوش علاقه بالبيت يعني. بس هو ذكرته بعد ايه؟ بعد وسع، بعد المحاور عن المفعول. ده ملوش علاقه بالمفعول. ملوش يعني وضع في غير ايه؟ موضعه. وبعدين يا مولانا لما تقول انا اكثر منك مالا، انا قلت مالا ده
في الاصل مبتدا يعني مالي اكثر من مالك صح وعز نفر مش كده طيب انت اعلى منزلا هنا اختلف الوضع ده موجود يعني في جزئيه ثانيه في الالفيه شوف يا مولانا اسمعني كده ايوه خد بالك يا خد بال حضرتك كده قال ايه مولانا اسمع يا سيدي النوع الثاني تمييز الجمله وهو بحسب اصله نوعان فيه تمييز محاور عن الفاعل زي وشع راسه ايه شيء تمييز محاور عن مفعول اقول مثلا وفجرنا الارض ايه عيونه ماشي مولانا طيب ثم قال في البيت الثالث والفاعل المعنى انصبا بافعاله مفضلا كانت اعلى منزله ماشي يا مالك وبعد كل مرتبه تعجبها ميز كاكل بابي بكر ابا من انواع تمييز النسبه التمييز الواقع بعد افعل التفضيل والواقع بعد ما يفيد التعجب الاول فان كان فاعلا في المعنى وجب نصبه والا لكم كذلك وجب جبه بالاضافه وعلامه ما هو فاعل في المعنى ان يصلح جعلوه فاعلا بعد جعل افعل التفضيل فعلا العامل ارفع من ذوي المال قدرا زي ما قلنا على قدرا التمييز يجب نصبه اذا صح ان يقال العالم العامل ارتفع قدره ايوه لما قال انا اكثر منك مالا لا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ماشي مولانا ومنه قوله تعالى هي نفس المثال هي ومنه قوله تعالى ايه انا اكثر منك مالا يبقى التخدير يا شيخنا مالي اكثر من مالك طب لما قلنا مالي اكثر من مالك مالي اكثر من مالك صح طب فين الفاعل هنا فين الفاعل يعني انت اعلى قدرا انت اعلى منزلا اصل التخدير يا شيخنا اعلى منزلك طيب انا اكثر منك مالا التخدير ايه مالي اكثر من مالك مالي اكثر مالي مثلا لا طيب مش مستقيم اصلا مش مستقيم تمام 38 دقيقه فهمت يا مولانا ايوه 38 دقيقه يا سيدي طيب هذا والله اعلى وعلى مسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين